نقاش اخويا والله لا تنقاش. برافو اليوم برافو الناس المسؤولين برافو لرجال الامن تواجد امني كبير. كاين البوليس دابا مشى قدام الباب راه ما واقفين هما قدام الباب على اساس باش ما يدخلوش الشمكاره والسكيريه. برافو ليهم ويدخلوا هذوك المتشردين وكذا. الله يدير لهم تاوين ديال الخير في البرد طبيعه الحال. ودابا البرد والشتا واحد مات سيدي عثمان في الجزر دابا صباحا بالبرد والشتا يعني شوف الحمد لله راه شد الدنيا كي ولات دابا هاد الكريات اللي داير دايرين هاد الشيء بحال ياك باش دوروا دابا على الجزر دا كله. الجزر دا قداش؟ كله الجزر تبارك الله راه كبير راه طار وطوناش قيامك اللي شاده وقال من المارشي كريون لا شاده من هي اصلا وريني وريني شوف اخويا وريني لكن هي شاده من راهو الراس تاع هذاك الحيط ديال القبيله منسيه راهو ديال المنسيه حتى لهنايا وكاروه يعني طاريه. يعني مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. اولا قبل كل شيء كنبغي نشكروا الناس المسؤولين والسلطات على تدخلهم العاجل لهذه الزرده هذه. كنبغي نشكروا كذلك الدراري ديال سباته الساكنه ديال سباشا اللي وقفاش على هاد الزرده هادي اللي ضرباشا غير على هاد الزرده هادي. هشام سلطان بطبيعه الحال هشام سلطان وعلي ضرباشهم غيره على هاد الزرده هادي ومرارا وتكرارا كيتكلموا عليها. فكنبغي نبشركم بخير مشاهدي الكرام. وريني الباب اخويا ان الزرده اللي كانت كتباع فيها الباب هذا كان محلول الزرده الزرده اللي كانت كتباع فيها الممنوعات الزرده اللي كانوا كيفيها المتشردين الزرده اللي كانت كتدار فيها قاصرين وقاصرات كدير فيها امور خايبه. كنبغي نبشركم ان الجبيبه اللي فيها واحد رتسد هنا ما كانش باب. لا هنا كان باب وتحيدوه ريبوه هما لصقوا دابا هذا الباب هذا هنا دار باب باش واحد ما يدخل والباب الاخر شكون اللي فيه؟ الباب الاخر فيه السلطات فيه رجال الامن برافو لهم كنشكرهم بطبيعه الحال بكل صراحه. والداخل قدام الباب ماشي اي واحد غيدخل. لا ماشي اي واحد يدخل لا كيدخلوا دابا الدراري اللي كيترينيو الدراري اللي كيترينيو هما اللي كيدخلوا ولكن ما كيدخل حتى شي واحد من غير صحاب لونطري ما صحاب هذوك المتشردين الشكاره والقاصرين وصحاب الشراب الحمد لله درنا داك المباشر اللي عطى الحمد لله الاوك ديالو. كان تدخل قبل من رجال الامن ولكن ديك الاناره اللي ما كتكونش داخل اللي ما كانتش كتعاون رجال الامن ما كاينش الضوء لداخل الان باقي ما كانش يلاه تعاود عاوتاني حدود الساعه ما كاينش الضوء ولكن دابا الضوء باش الناس مابقاوش يدخلوا الليل داخل بالليل. دابا راه ما كاينش الضوء لداخل. دابا مثلا شي واحد هرب البوليس داخل بالليل ما يبانش ما غاديش يبان الناس السلطات المحليه راه ما كتعاونش. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في الباب حتى خاصهم يسدوا واحد الحقبه ديال القبيله هي اللي كيدخلوا منها كيجيو لها من جهه المارشي من اللي راهي كاينه مع الشانطي نيشان تمشي من هنا من نيشان كتدخل لها غادي نيشان كتخرج للمقبره تدخل المقبره فيها واحد الثقبه كبيره كيجيو لها من 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 الناس من اللي من لا من جهه المارشي من اللي لا 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 السلامه بيضاء هذه الزرده هذه هي هذه راه هما كيدوروا الدراري دابا راه هما كيلعبوا كيديروا راه هما كيترينيو الدراري اشي اللي بغاهم الحساس راه هو كيدور عليهم راه هو اللي لابس ديك سميتو الجلابه الدرعيه هذاك راه الحساس هو اللي مكلف دابا بهنايا. كنشكروهم كنشكروك كذلك انت هشام سلطان اخويا راه الصراحه شنو راه دار المكان ديالنا وكنريحوا فيه وكبرنا وزدنا هنايا فهمتيني وعشنا هنايا وكيجي ولادنا صغار وكيجي عيالات ورجال وهادي وريو الناس انا هاد الميكا داروا على طول داروا على طول الجريده دوروا على الجرده كلها دوروا على الجرده كامله والباب راه مسدود لا من هذاك الفاس لا من هاد الفاسات. اللهم امين يا رب العالمين. واش نديروا اللي علينا اختي حنا ولاد الساكينه وبغينا نشوفوا تعنا شي بلاصه اللي يريحوا فيها ولادنا وعائدنا مطمنين يعني بدون مشاكل. داكشي اللي كاين تبارك الله عليكم. واحد سيري خسر الهضره واحد كيتشمكر وحده صغيره شاده جوان بزاف. برافو لكم وشكرا مره اخرى على الغيره اللي كتراكم على المنطقه. اذا المشاهدين الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا عبدو خويا ذاك موضوع اخر تكلموا فيه ونطرقوا ليه بطبيعه الحال ان شاء الله. غير هو دابا كنبشركم بان الزرده اللي كدير فيها مجموعه من الامور خطيره فالبيبان اللي فيها واحد فيهم تسد واحد فيهم راه واقفين فيه رجال الامن ماشي اي واحد كيدخل لها الزرده هذه. برافو لهم مره اخرى. وهذه ميكا او بلاستيك هذه بلاستيك باش مدرغين كاينه على طول الزرده